الرجل الذي حقق لقب الدوري الزامبي في 2016 هذه كرة خطيرة يسترجع حسام عبد الله سعيد ممتاز الكره لجونيور جاي التسويق والكره جول 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 فانا النيجيري فانا النيجيري النادي الاهلي مشاهدينا الكرام يفتتح التسجيل في برج علي معلول رائعه من علولو علولو يتقدم علولو يوزع علولو كرة يطلقوا فيها بلبسه حكم قال العب والكره الوداد الوداد كريت في الشوط الثاني الرعسيه التي لم تاتي الان الذي ياتي وكره اخرى هوندا بخت الى جول هوندا بخت جول 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 شوف ممتاز الكرة يا ربي يا ربي هزوا معاه هزوا معاه حد كرة حد كرة باس حلوة برشا هو نجم هو نجم يبعد هو نجم يدخل هو نجم يوزع الثاني جول 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 الحمرة رجعت الحمرة ضربت الحمرة وقواعد الوداد ضربت على مطار النادي الاهلي بكل سهولة الهدف الثاني الوداد يحط على مرمى شريف اكرامي بالثاني ثاني 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 راجع الوداد بالثاني 2-0 2-0 الوداد 2-0 الوداد على انغام الكبار وعلى انغام الكبيرات على انغامك يا دكاني على نغمات ان شاء الله في الشباك الكاميرونيه هذه كره مرفوعه وتسديده جول كم السنة الوداد المغربي
الشكل كيف لهذه الكرة أن تمر بهذا الشكل؟ نفذت بطريقة عجيبة وغريبة، كيف مرت على العطوشي وكيف مرت على حارس المرمى الزوير العربي في كرة كان ممكن يبعدها بسهولة. شوف الإعادة مرة أخرى، طريقة غريبة في تنفيذ الركنية مرت على بدر قدارين. ماذا كان ينتظر السعيدي وماذا كان ينتظر الحارس الزوير العربي؟ شوف طريقة تمرير الكرة. البعبع الافريقي الكونغولي وناجم الان وناجم يرفع كرة في القائمة الثانية. جول 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 صلاح الدين السعيدي يشعل، صلاح الدين السعيدي فجر، صلاح الدين السعيدي زلزل مدرجات المجمع الرياضي. الامير مولاي عبد الله ودادي ودادي لك حبي وفؤادي، الحمراء 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 تفعل براسية سعيدي. يطلب النصير هناك على جهه الملعب الفعل ليتوصل بها عبد اللطيف نصير ليرفع، نعم يرفع في اتجاه اللاعب السعيدي. لاحظوا التقدم الواضح للسعيدي والمساندة. Yeah.
الكره متواجد داخل المنطقه الحكم يعطي الاشاره وناجم يرفع كره جول 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 حمراء وبيضاء شكونيه يا بدر امشي يا بدر يا كدارين اقطع يا كدارين حداري حداري من هذه الكرة خطيرة هدف جزائري في هذه اللحظات هدف جزائري في هذه اللحظات في لحظة ارتباكنا لزملاء يوسف رابح يتمكن نادي ليسمع من تقليص الفارق بالفعل ليسمع يصعب المهمة فيما تبقى من دقائق المباراة شوف الإعادة من جديد من جديد هنا تباطأ وهنا ارتباك نصير تباطأ بالفعل مرت عليك هذه يا نصير نصير يمر على مبيا بن شرقي بن شرقي بن شرقي يلا بن شرقي يلا بن شرقي يلا جول 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 جول قتلوا بن شرقي قتلوا بن شرقي سجل في مرمى بن شرقي رحمة أطلقها بن شرقي شمس بن شرقي تشرق من جديد كانت في ليلة بن شرقي كتلة دفاعية هكذا نشوف الوداد خارج أرضية الميدان هدف آلاوي مبكر هدف آلاوي مبكر مؤمن زكريا هنا اللحظات الأولى مع صعبة اللحظات الأولى مع صعبة تشتعل المدرجات هنا من جماهير الأهلي مؤمن زكريا يسلسل مدرجات ملعب برج العرب بتسديده رائعه والتصدي من لم يكن حاضر يا سهير يا العرامي سند فتح الابواب العالميه يا الوداد يا الرياض يا زارو بعت الكره يمشي اللاعب هنا وناجم ينطلق وناجم يعكس كره وجول فعلتها الحمراء ودادي انت المحبه والجلال ودادي انت الحقيقه والخيال اضربهم بن شرقي سجل في مرمى بن شرقي الله على الحمراء والبيضاء حمراء وبيضاء شكونيه هي الوداد مو عينيه هذا هو وناجم حطهالو حطهالو جابهالو 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 ديبالا المغرب ديبالا الوداد هكذا لقبو الرجولة المعتادة ان شاء الله نكون ابطال اسماعيل الحداد خطرة جدا خطرة الحداد اوعى تترك المساحة يرجع التزيدة خطرة الخضروف ترتطم في العرض هناك دفعة هنا لكن الكرة تستمر كرة خطرة جدا كرة خضروف ترتطم في العرض الهجمة اللي بيعتمدوا عليها اسماعيل البينية انطلاقة مؤمن 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 لكن طار
الإمكانية لم يكن الاختيار الصحيح. يزق وروح وحط في الزاوية والجوني بأمامي يروح أعملها الكلاس العالية، لكن هو اختار اختيار لم يكن اختيار صحيح، يضيع مؤمن زكريا فرصة كبيرة. الحداد هو عنصر الأهم في غياب محمد قلاش، معدى الحداد عمل عطية شريف، خلي بالك خلي بالك يا شريف، شريف خاف يرمي خاف ترتد للقادم في النقطة. هذه أمل ليلة بن شرقي، خطرة جدا خطرة جدا خطرة جدا، ولكن في الشباك من الخلف، هذه الهجمة اللي بيعتمد عليها كرة اللاعب أشرف بن شرقي. معك يا أسود الأطلس، معك يا وداد، وإن شاء الله عودة الأندية الكبيرة للواجهة الإفريقية. مراوغة من بن شرقي، أرضية بلون أحمر، نعم بلون أحمر، نعم هو الوداد يا سادة يا كرام، لعب له الملوك والأمراء ولقبوه بأحلى الأسماء. وجاءت اللحظة التاريخية، رفع فخر الدين الرشحي في 90، وهنا إبراهيم النقاش كذلك يرفع الكاس الغالية، جاءت الكاس لكازا وستبقى بحمد الله في كازا. هنا التاريخ يشهد يا وداد، سجل يا تاريخ، الوداد رفع الكاس الغالية هنا بمركب محمد الخامس وأمام جمهور أسطوري تزين باللون الأحمر. أيامك نعم نور على نور يا وداد، سيروا إلى الأمام في انطلاق السعودي للتواجد في الكأس العالمية. شكرا.